عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول الابتدائي في برنامج المدرسة النموذجية، وتحديدا في الوحدة الخامسة من منهج اللغة العربية. أهلا ومرحبا بكم أعزائي الطلاب. في هذه الوحدة نتذكر أننا أخذنا أول درس فيها وكان يحمل أحد حروف اللغة العربية وهو حرف النون، وقد تعرفنا عليه بأشكاله المختلفة وكذلك بالحركات المتنوعة. في درس اليوم وهو بعنوان رجل المرور، سنأخذ بدون شك حرف آخر لنتعرف عليه وعلى طريقة كتابته ونطقه. هيا بنا إلى الدرس. إذن درسنا لهذا اليوم بعنوان رجل المرور، وسنتعرف في هذا الدرس أيضا على أحد الحروف أو حروف اللغة العربية. ما هو هذا الحرف الذي سنتعرف عليه؟ انظروا جيدا إلى عنوان الدرس، رجل المرور، رجل المرور. إذن حرفنا هو حرف الراء، حرف الراء، وها هو مكتوب على جانب الصفحة بهذا الشكل، يكتب حرف الراء على السطر، جزء صغير فوق السطر وبقيته تحت السطر. أثناء قراءتي للقصة ستركزون على حرف الراء جيدا. هيا بنا. بينما أختي ربا تشتري وردا وماء باردا جرت أختي ريم تعبر الشارع، وفجأة أتت سيارة مسرعة أسرع رجل المرور وأشار قف وأخذ يد ريم وعبر الشارع. شكرت ربا رجل المرور. قبل أن نستخرج حرف الراء من هذه القصة، ماذا نستفيد من هذه القصة أعزائي الصغار؟ نستفيد منها أمور كثيرة، من أهمها أن نلاحظ الشارع عند عبورنا. أثناء عبورنا في الشارع نلاحظ يمينا ويسارا قبل أن نقطع الشارع لكي نتدارك أي سيارة مسرعة أمامنا. والملحوظة الأخرى هي أن رجل المرور أيضا يستطيع أن يساعدنا، فرجل المرور جاء هنا ليعمل من أجلنا ومن أجل تنظيم السير ومن أجل تنظيم السيارات كذلك. ولكن علينا نحن بأنفسنا أن ندرك أن الكثير من السيارات المسرعة تمشي دون أن تنتبه، وهذا طبعا خطأ كبير من السيارات، ولكن نحن أيضا يجب أن ننتبه لأنفسنا. هذا ما أريدكم أن تستفيدوا منه في هذا الدرس. ماذا عن حرف الراء في درسنا لهذا اليوم؟ انظروا، هذا هو شكل حرف الراء، لا ننسى من أجل أن نستخرجه في الكلمات الموجودة بالدرس. هيا بنا ننتقل إلى بداية الدرس. انظروا، بينما أختي ربا، هذا هو حرف الراء. أين موقع حرف الراء هنا؟ جاء حرف الراء في أول الكلمة. ما الحركة التي علي؟ إنها الضمة، لذلك سنضم الحرف ربا. ورداً، انظروا إلى الكلمة الأخرى، ورداً، أين موقع حرف الراء هنا؟ حرف الراء جاء في وسط الكلمة. انظروا كيف كتب حرف الراء في وسط الكلمة. لماذا لم يتغير؟ لماذا لم يمد يداً يميناً أو يساراً للأحرف الأخرى؟ الرائع منكم من سيعرف، لأنه ببساطة حرف الواو وحرف الداء، الحروف التي تسبق حرف الراء أو والتي تلحق حرف الراء، حروف لا تمد يدها
أبدا للحروف الأخرى من الناحية اللاحقة. لذلك كلمة وردا كتبت الراء بهذا الشكل بدون أي إضافة. ما هي الحركة التي تقترن بالراء هنا؟ إنها حركة السكون، لذلك انظروا كيف سنقرأ حرف الراء. وردا، وردا، لا تفتح الحرف ولا تكسره ولا تضمه. ماذا عن الكلمة الأخرى؟ باردا، باردا، أين حرف الراء؟ جاء في وسط الكلمة. هكذا يكتب حرف الراء في وسط الكلمة. ما الحركة المصاحبة له؟ إنها الكسرة. أحسنتم، إنها الكسرة، لذلك سنكسر الحرف عند قراءته. باري، باردا، باردا. ننتقل إلى الكلمة الأخرى المرافقة لحرف الراء وهي كلمة ريم، ريم. انظروا إلى كلمة ريم، الراء جاء في أول الكلمة وتحته الكسرة، لذلك سنكسر حرف الراء. هنا أيضا كلمة المرور، المرور، هناك راء في وسط الكلمة وراء في آخر الكلمة. الراء التي في وسط الكلمة، ما الحركة المصاحبة لها؟ إنها حركة الضمة، حركة الضمة. انظروا إليها، هذه الحركة ستلزمنا بضم الحرف، سأنطق حرف الراء ولكن بالضم، رو، المرو، المرور، بهذه الطريقة. أنتم رائعون، والآن سننتقل إلى الصفحة الأخرى لنعرف كيف نكتب حرف الراء أيضا وما هي الحركة المصاحبة له. هذا هو حرف الراء، هذا هو حرف الراء، والحركة المصاحبة له هي الضمة. كيف يكتب؟ هذا هو السطر، سأكتبه بهذا الشكل. انظروا، رو، هذا حرف الراء في بداية الكلمة مصاحب للضمة الصغيرة. كيف يكتب حرف الراء في وسط الكلمة؟ بهذا الشكل. هل رأيتم؟ يمد يدا من اليمين. وماذا عن آخر الكلمة؟ قد يأتي هكذا أو هكذا بنفس الطريقة. وأما شكله وهو منفصل بهذه الطريقة. أحسنتم، هذا هو حرف الراء، وحرف الراء في درسنا هذا الآن يتميز بأنه يصاحب حركات الضمة، لذلك سينطق رو، رو. هيا لنقرأ الكلمات. انظروا، روبا، 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 روبا. مرور، مرور. لاحظوا أن حرف الراء يصاحبه مد، مد الواو، لذلك سنمد قليلا الحرف. مرور، مرور، بهذا الشكل. كيف سنقرأ حرف الراء في هذه الكلمة؟ انظروا، حرف الراء في وسط الكلمة، هذا هو حرف الراء وعليه فتحة. كيف سنقرأه؟ جرت، جرت، راء، راء، تفتح الراء. أحسنتم، أنتم رائعون. ننتقل إلى هذه الصورة المجاورة. ماذا ترون في هذه الصورة؟ أنتم ترون ولدا ينظف يده ولكنه يفتح صنبور الماء ولا يقفله. هل هذا التصرف صحيح؟ بدون شك هذا ليس تصرفا صحيحا، لأنه لا يجب علينا أن نهدر المياه. لذلك جاء والده وبدأ بنصيحته، يقول له انتبه عند استخدامك للماء، فالكثير من الأشخاص يحتاجون ولو قطرة ماء ولا يجدونها. رائع أيها الصغار. كيف سنكتب حرف الراء؟ كيف سنكتب حرف الراء في هذا التمرين؟ من منكم يستطيع كتابة حرف الراء بهذا الشكل السليم جدا؟ انظروا، هكذا يكتب حرف الراء في أول الكلمة. في وسط الكلمة سنكتبه بهذه الطريقة. في آخر الكلمة إما منفصل أو متصل. بهذه الطريقة، هذا السطر أمامك، ستكتب هكذا على السطر. رائعون، أنتم
أنتم ستكملون بقية الكتابة في هذه الصفحة. انظروا إلى حرف الراء هنا. حرف الراء هو نفس الراء السابق، ولكن ما الفرق بينهما؟ حرف الراء سابقاً كان مصاحب لحركة الضمة، أما هنا فهو مصاحب لحركة أخرى، ما هي؟ الكسرة. كيف سنقرأه؟ ري ري، بالضمة رو رو، بالكسرة ري ري، بهذا الشكل. انظروا، هذا حرف الراء في أول الكلمة، في وسط الكلمة، في آخر الكلمة متصل، وكذلك هنا في آخر الكلمة متصل. نعم، أنتم رائعون. هذا حرف الراء بالصوت القصير، بالصوت القصير ري ري، بالصوت الطويل ري ري. لماذا صوت طويل؟ لأنه يصاحبه حرف من حروف المد وهو الياء. لا ننسى حروف المد، ألف واو ياء. إذا جاءت مصاحبة لأي حرف نمد الحرف على حسبها، إذا كان ألف سيصبح را، إذا كان واو رو، إذا كان ياء ري. نكمل، من سيقرأ هذه العبارة بطريقة صحيحة؟ هذا هو حرف الباء وقد أخذناه أيضا سابقا، سنقول باء. انظروا كيف تم تمديد صوت الباء، بارد بارد بارد، الراء مكسورة، لذلك سنكسر الحرف ري ري. ريمو ريمو، أيضا الراء مكسورة، رائع. نقرأ حرف الراء هنا. لاحظوا حرف الراء في هذه الكلمة، جاء في أول الكلمة، ما هي الحركة المصاحبة له؟ الفتحة. كيف سنقرأه؟ راء راء، رجل رجل، أخذ أخذ. ماذا عن هذه الصورة؟ ماذا تشاهدون في هذه الصورة؟ تشاهدون قطاً يلاحق فأراً ويبدو أنه لم يستطع اللحاق به. نعم، لذلك الفأر سعيد والقط حزين. ننتقل إلى الصفحة الأخرى. أنا أكتب في هذه الصفحة وعليكم أن تكتبوا بطريقة صحيحة. انظروا إلى حرف الراء. انظروا، سأختار حرف الراء في بداية الكلمة، وهذا هو حرف الراء في بداية الكلمة، هذا في وسط الكلمة، لذلك لن نختاره. الآن حرف الراء في هذه الجملة في وسط الكلمة، هذه العبارة ينقصها حرف الراء ولكن في وسط الكلمة، فكيف سيكتب؟ سنختار هذا الشكل بهذه الطريقة. أحسنتم، مرور مرور. ماذا عن حرف الراء في هذه الكلمة؟ حرف الراء ينقص، غير موجود في بداية الكلمة، غير موجود في بداية الكلمة، لذلك سنختار هذا الشكل. ربا ربا، بارد. انظروا إلى الكلمة الأخرى، بارد. ماذا سنختار؟ أي شكل؟ من يقول لي أي شكل؟ نعم، أحسنتم، أنتم تعرفون جيدا أن حرف الراء هنا في وسط الكلمة، ولكن قبله حرف الألف وبعده حرف الدال، وفي هذه الحالة لا يجوز أبدا أن نختار حرف الراء متصلا، سيكون منفصلا بهذا الشكل. أحسنتم، أنتم رائعون. هذا هو حرف الراء أخيرا في بحركة أخرى، حرف الراء الساكن. حرف الراء الساكن، لاحظوا حركة السكون، لذلك عند قراءة أي حرف بالسكون نقف عند الحرف، لا نفتحه لا نكسره لا نضمه، فسنقول مثلا في هذه العبارة، انظروا، ورد ورد ور. لاحظوا وقفت عند حرف الراء، ور، لم أقل را ري رو، فقط ورد. لماذا؟ لأن الحركة المصاحبة له هي السكون، هي حركة السكون. أحسنتم، إذن ننظر إلى التدريب الأخير
في هذا الدرس. هذا هو التدريب الأخير الذي عليكم أن تتعلموه جيداً، هو كتابة هذه الكلمات على السطر مثل ما هي مكتوبة تماماً هنا: ربا، تريم، مرور، دار. ربا، تريم، مرور، دار. أريدكم أن تكتبوها هنا في هذه الفراغات كما هي مكتوبة تماماً بهذا الترتيب وهذا النظام، ونلاحظ حرف الراء أثناء الكتابة. ربا هنا ضمة، تري ري ري كسرة، مو رو 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 ضمة، دار دار سكون. أحسنتم، أنتم الآن تجيدون قراءة حرف الراء وكتابته بطريقة صحيحة في بداية الجملة أو في بداية الكلمة، في وسط الكلمة وفي آخر الكلمة، كما أنكم أيضا تتعلمون نطق الحرف بحركاته المختلفة: الضمة والفتحة والكسرة والسكون. في الدرس القادم سنتعلم أيضا حرف آخر وجديد، ولكن عليكم أولا أن تحفظوا كل هذه الحروف السابقة. إلى اللقاء.